مستعربين ازاك كل اللي فين ازاك عمرو مش عارف نزلوا بعض غريبه ده وحدات خاصه هي سلطة بقت بحمايتهم عساكر اثنين عملية الدخول الهمجي داخل القسم والاعتداء على الممرضة الموجودة في القسم، يعني هذا أيضا مثبت لدينا ومسجل بالفيديوهات، ولدينا أيضا السجل الطبي للشهيد الذي أحد الشهداء الذين تم اغتيالهم اليوم، وهو منوم في المستشفى منذ فترة ويعالج في هذا القسم، وهو منوم داخل المستشفى ومثبت لدينا ليس كما ادعى الاحتلال.